الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الح... ليس حال، هذا حدث مؤلم، حريق اللي شب في واحد المخزن ديال الخشب في محيط سكني طبعا، واللي كنتأسفوا بشكل كبير جدا انه شهد يعني سقوط واحد من رجال المطافي اللي كنعتبره شهيد ديال هذا العمل الجبار اللي كيقوموا به رجال الاطفاء. وطبعا مازال كيقوموا بالدور ديالهم. حنا بهذه المناسبه كنتوجهوا بالعزاء ديالنا للاسره ديالو الصغيره والاسره الكبيره ديالو، كنتمنى الله سبحانه وتعالى يتقبلوا شهيد. بالفعل حضور الجماعه في هذا العمل هو لاسناد ودعم العمل ديال رجال الاطفاء خاصه على المستوى اللوجستيك، وفي نفس الوقت باش في الحقيقه ناخذوا عبره من مثل هذه الكوارث اللي كتفرض علينا كمسؤولين منتخبين بالتعاون مع مختلف السلطات باش اعاده تنظيم مثل هذه المهن وهذه الانشطه باش تحد من الضرر الذي يمكن ان يقع للساكنين.